ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كويسين وفي خير وفي سعادة وفي سلام. كل سنة وانتم طيبين. خلاص احنا على المحك، فاضل لنا ايام بتفصلنا بيننا وما بين العيد. فكل سنة والعالم اجمع بخير وسعادة وسلام لينا وعلى كل ذي كبد رطبة. العطور اللي هتكلم عنها النهاردة هي عطور تنفع للأعياد، للأفراح، للمناسبات، يعني سواء انت مسلم مسيحي ايا ما كنت. فالعطور اللي هتكلم عنها دي هي عطور بوجهة نظري اللي اخترتها علشان ارتديها في العيد وفي كل عيد. عشان كده هبدأ النهاردة في الطقس الاول من الصلاة بتاعت صلاة العيد. هحب قوي ان انا تكون ريحتي هي نشانيه نفس. نشانيه نفس هو من دار نشانيه المرموقة، عمل مزيج غير طبيعي ملكي جدا ما بين العود، الورد، الزعفران اللي مدية الإفكت بتاع الجلود مع شوية سبايس حار مع العود مع الهاني. ايه ده؟ حفلة من الثراء والفخامة والمخملية، حاجة بتاعت الأمراء فعلا. يا بخت اللي هيبقى واقف جنبك ويشمك. والحقيقة مش بس اللي واقف جنبك هيشمك، وغالبا المكان اللي انت هتقوم بيه بأداء مناسك العبادة دي يعني هيبقى كله شمك بصراحة، فيا بختهم. يعني عطر نشانيه نفس، عطر الحقيقة غالي مش رخيص، حوالي 650 يورو للخمسين او نسخة الخمسين ملي، حاجة من عالم اخر. عطر طبعا رائع مع زجاجة، استعرضتها كتير قبل كده، تقدروا ترجعوا للفيديو المفصل، مع اداء نووي نووي نووي، ثبات بالايام وفواحان بقى. يعني بص يعني سيسبقك الى كل من حولك الحقيقه يعني. وبعدين في نفس اليوم بالليل احتمال اخرج اتغدى، احتمال اخرج اتعشى، يعني ممكن نعمل اي اكتيفيتي كده، لكن انا ناوي ان انا ارتدي هذا العطر من الدار المرموقه. بارفوم دو مارلي، عطر اوجان. عطر اوجان، يا سلام عليك يا اوجان. العطر ده اخترته بعناية الحقيقة، من أجمل وأحلى العطور اللي في مكتبتي العطرية. هذا العطر الحقيقة يعني طبعا في ناس بتشبهه جدا بأنجل شير، طبعا هو إنتاج ما قبل أنجل شير وما قبله أمبر نرجيل من إيرمس، هو اللي ابتدع الفكرة يعني. لكن أجد نفسي هنا غارق في حلاوة العسل مع القرفة. يا سلام على القرفة، حقيقي ريحتها حلوة جدا في هذا العطر. حقيقي الناس اللي بتحب القرفة يا جماعة انتم مدعوين لتجربة هذا العطر. العسل، قرفة، السبايس الحار، بس العسل هنا يعني حاجة تشعر وكأنك تسقط معه في هذا القوام العسلي، حاجة روعة بصراحة. يعني هنتهز بقى الفرصة دي، وطبعا طبعا تاني يوم هفكر جديا باني احط العطر ده في اي وقت من اليوم. طبعا افضل انه يتحط بالليل. بالمناسبة من لطائف الاشياء انه الدنيا في مصر هنا رجعت تبرد تاني، واظنها هكذا في الخليج العربي وفي الدول زي العراق والمغرب وتونس وحاجات كده. هتلاقي الوطن العربي كل حياة هتلاقي درجات الحرارة قلت خلال النهاردة، واظنها هتقل خلال الايام اللي جايه، ولسه احنا لم نغادر الشتاء بشكل يعني حتمي، بل بالعكس هناك تيارات هواء بره في الشارع. حاجه يعني تخليني استخدم الي صعب اسنس نمبر 3 امبرا اللي هي العنبر. عنبر كهرماني مع شويه بخور مع شويه جلود من الي صعب. تحس ان انت لابس حاجة فارهة فاخرة، يعني ايه ده؟ عطر رائع رائع، فوحان متوسط، ثبات فوق المتوسط، حاجة الله الله، الحمد لله يا رب. طيب اللي بعده على طول، ما ضيعش وقت. العطر ده خدت عليه اطراء مضحك قوي اليومين اللي فاتوا. عطر ده من أورمان جين اللي هو نواب افعود او افعودة انتنسيفو. طبعا في نسخة نواب افعودة بس، لكن انا معايا نسخة الانتنسيفو، وها انا محظوظ ان انا احط العطر ده. يا سلام على التوليفة، السبايس مع الله، مع السبايس الحبهان هنا تحفة، ريحة ورد وبتاع وعود وحاجات، يعني بصراحة حاجة وهمية. يعني كنت بفطر خارج البيت من كام يوم كده، وبعدين خرجت ففي سيدة عدت من جنبي. هذه السيدة كبيرة في العمر، يعني مش سيدة صغيرة، يعني هي كبيرة في السن ووقورة جدا، لكن عدت من جنبي قالت لي يخرب بيت ريحتك،
يخرب بيت ريحتك الحلوه. فطبعا قعدت اضحك وقلت لها كل سنه وانت طيبه، بس بصراحه هذا العطر لم يحرجني في اي وقت بصراحه، لطالما يعني جاب لي اطراءات من اول ما برتديه لحد ما بروح البيت، اي حد حابب يشمه طبعا عطر ثباته وفوحانه ما اقولكش يعني. طيب ما انا شاب برضو يا جماعه، انا شاب يعني، انا شاب من حقي ان انا اتدلع. طيب اذا كنت شاب وعايز تتدلع وممكن تلبس لبس كده شيك، بس تحط حاجه ما بين أيقونة الصيف سافاج ولكن عايز تحطها في جو برد، طبعا سافاج الكسير. سافاج الكسير صراحة العطر ممتع جدا، كنت اتكلمت عنه قبل كده. طبعا اللي مش هيقدر يشتري سافاج الكسير فورا يقدر يشتري سولون من دار أتينا، صراحة مطابقة لهذا العطر مع سعر الحياة ممتاز. عطر سافاج عطر واخد من الدي ان ايه بتاع سافاج اللي بتحبه جدا 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 السيدات، وتغرم به وتسقط حينما تشمه. بصراحة هذا العطر برضو هستخدمه في العيد، اظن انه من هيبة العطور اللي هتسعدني جدا في ايام العيد. طيب اسكت على كده؟ لا ما اسكتش، انا برضو بنكش يعني، فلا شك ان انا في وقت من اوقات العيد هبقى حابب استخدم هذا العطر واسرح معاه وانبسط بيه وتامله ويتاملني. العطر هو جولدن دالا، ايقونه من ايقونات زرجو في الحقيقه، حاجه شرف كده، حاجه تشرف، حاجه تشرفك قدام الناس. بصراحه انا بشوف انه ده مع الملابس نوعا ما اللي هي يعني الى حد كبير وقوره نوعا ما كلاسيكيه، احس ان انا نفسي من الطبقات المخملية يعني. بصراحة العطر ده آخر مرة حطيته كنت شامم نفسي وسعيد جدا جدا بالروائح اللي كانت بتطلع عليا، ورحت أعمل حاجة عند دكتور، وبعدين وأنا خارج رحت له مرة تانية فقال لي المرة اللي فاتت أنت كنت حاطط ريحة مش قادر أوصف لك، فضلت موجودة في المكتب أو عفوا في العيادة بعد أنت ممشيت، فضلت موجودة لتاني يوم. الريحه هي جولدن دالا من زرجوف الحقيقه، كمان ادائها كان مذهل، ما كنتش متوقع قوي ان هي ممكن تفضل في المكان، لا ادائها مذهل. ده غير ريحتها الجميله بقى، القهوه العربي مع ريحه تشبه التوت او العنب الاحمر كده، وتحس هنت ويسكي، حاجه قله ادب بصراحه يعني. طبعا بعد كده هحط عطر لطيف خفيف ممكن يديني اللي انا عايزه، لكن في هذه الاوقات المرنه في العيد يعني، مش بالضرورة أبقى يعني خارج أعمل مناسبة كبيرة، لكن من الممكن حتى لو خارج مع أصحابي فلا شك إن أنا سأقع هذا الاختيار على Stronger With You، بس ليذر، ليذر نسخة الليذر من جورج أرماني. يا محلاها يا محلاها ويا جمالها ويا حلاوتها، هي Stronger With You بس ضيف عليها ليذر. متهيالي العطر ده من العطور اللي ممكن تخلي الجنس الاخر يحبك قوي بصراحه، الحقيقه كل عطوري تخلي الجنس الاخر يحبك قوي. فيعني ايه بصراحه العطر ده رائع رائع، واداؤه على فكره مرضي جدا، اداؤه حلو قوي فوق متوسط. العطر الاخير بقى معانا، العطر ده انا مبسوط ان انا اشتريته حقيقي. العطر هو من هوجو بوس عود سافرون، هوجو بوس عود سافرون سافرون. طبعا هالعطر ما كانش حد يعرفه اصلا، تالي انا من اوائل الناس اللي اتكلمت عنه في الوطن العربي يعني، محدش يعرفه اصلا، تالي محدش اتكلم عنه غيري كمان. بسال على سعره من كام يوم اتخضيت، لقيتهم اوه بو 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 علوا سعره جدا. يا جماعه مش كده يعني، مش عشان الواحد يتكلم يتعلى سعره بالطريقه دي، لكن العطر يستحق بصراحه سعره، بصراحه يستحق بلا، وانت مغمض عينك كده، وانت مغمض عينك تشتري العطر ده وانت مبسوط جدا. الزعفران مع الويسكي مع العود، والله العظيم يا جماعه عطر نيش، عطر نيش وصفقة رابحة، إن لقيته اشتريه اشتريه وهتدعي لي. يا سلام على الجمال وعلى الحلاوة وعلى التدرج بتاع النوتات وعلى الفواحان والأداء بتاعه، لا غير ما كنت متخيل بصراحة. العطر أسعدني أسعدني، والعطر ده أنا جبته من غير تجربة، ومن أحسن العطور اللي جبتها من غير تجربة بصراحة، وحسيت إن أنا عملت صفقة كبيرة رابحة. طبعا مرة أخرى كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب يجعل أيامكم كلها عطورات وأعياد وسعادة وفرح ونسائم حلوة وطيبة. طبعا مش هفكركم تعملوا سبسكرايب، مش هفكركم تعملوا لايك للفيديو، وكمان هحط لكم لينك الانستجرام بتاعي في الديسكربشن أو وصف الفيديو، وهحط لكم لينك الفيسبوك جروب الفيسبوك أحمد سمير فلسفة عطر. يسعدني جدا أنكم تدخلوا على الجروب، ويسعدني قوي انضمامكم عشان نبقى عائلة عطرية كبيرة.
ويا رب تكتبوا لي كده ارائكم في الكومنتات، ايه الحاجات اللي هنا عندكم وعجبتكم، ايه الحاجات اللي ما عجبتكوش، وايه الحاجات اللي بترشحوها عشان المناسبات اللي احنا داخلين عليها ان شاء الله تبقى فرح وسعاده علينا كلنا. طيب الله صباحكم ومساءكم، دمتم في خير وعلى خير، السلام عليكم.